بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجيه من معالي وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد، يقوم مركز انعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية بالإشراف على تنفيذ مبزل شرق دجلة الجنوبي المرحلة الأولى في محافظة البصرة، ولمسافة 40 كيلو متر، تبدأ من نهر السويف في قضاء القرنة وينتهي في بحيرة الأسماك في قضاء شط العرب. يخدم هذا المشروع لتخليص شط العرب من الأملاح وتحسين نوعية مياهه من خلال تحسين نوعية مياه هور الحويزة، وكذلك بزل للأراضي الزراعية وبزل للأراضي المستصلحة في ناحية النشوة وقضاء شط العرب. الجهة المنفذة للمشروع الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري، وبجهد عالي تابع للوزارة، وقسم العمل إلى 5 قواطع ابتداء من نهر السويب، القاطع الأول لصيانة ميسان، والقاطع الثاني لصيانة ذيقار، والقاطع الثالث لصيانة ميسان، والقاطع الرابع لصيانة المثنى، والقاطع الخامس لصيانة البصرة، ويبعد 10 كيلو متر من بحيرة الأسماك. ويستمر العمل بوتيرة تصاعدية لإنجازه في الوقت القياسي. رئيس مهندسين جميل سلطان بدر، المهندس المقيم لمبزل شرق دجلة المرحلة، ومدير إدارة مشاريع الأهوار في البصرة.